في الواقع كوثر، الأخبار التي تداولت أو تم تداولها عن إخلاء حزب الله لبعض مواقعه جاءت عبر وسائل إعلام. حزب الله لا يقول ولا يصرح مثل هذه التصريحات، ولا يقول لا ببيانات رسمية ولا من خلال تصاريح تعود لمسؤولين بأنه قام بإخلاء مراكز خاصة به، إنما جاء ذلك عن مصادر إعلامية وسائل إعلام قالت هذه الأخبار. لكن هذا لا يعني بأن حالة التوتر الكبيرة سائدة في الجنوب اللبناني، وربما القول بأن لبنان أيضا يترقب الساعات القادمة وما ستحمله من تطورات، هل سيكون هناك بالفعل ضربة كبيرة على لبنان؟ هناك بعض الآراء تقول بأننا سنشهد ضربة إسرائيلية على لبنان لكنها لن تؤدي إلى اندلاع حرب واسعة. هذا الموضوع هو محل تساؤلات وترقب أيضا لما سيجري خلال الساعات الماضية. فرنسا أيضا دعت مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان كما دعتهم لعدم السفر إلى إسرائيل. هذه الأخبار كلها تضع لبنان تحت واقع ووضع من التوتر والترقب العالي لما ستشهده الساعات القادمة. أيضا وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب قال أو دعا الولايات المتحدة لكبح جماح إسرائيل في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، وأيضا قال بأن أي هجوم سيكون هجوم سيؤدي إلى حرب إقليمية. بالطبع لبنان يدعو إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى حرب موسعة. أما حزب الله وما جاء على لسان مسؤوليه، قالوا بأن حزب الله هو جاهز للرد على أي هجوم تشنه إسرائيل على لبنان، وأن الحرب سيكون حزب الله مستعدا لها وسيدافع عن لبنان بأي وسيلة، وأيضا سيكون هناك ردا على أي هجوم تشنه إسرائيل على لبنان. إذن الأوضاع متوترة، التصريحات أيضا تشير إلى أن هناك حالة من القلق والترقب، لكن كل ذلك سيتم توضيحه وسيتم يعني سنعرف طبيعة هذا الرد خلال الساعات القليلة القادمة. حاليا الحدود الجنوبية تشهد هدوءا حذرا منذ ساعات الصباح، لم نشهد أي قصف مدفعي أو غارات على البلدات الحدودية، وأيضا هناك معلومات بأن حزب الله استهدف أحد المواقع الإسرائيلية وهو موقع البغدادي، لكن حزب الله حتى هذه الساعة لم يصدر بيان رسمي لتأكيد هذا الخبر. إذن نحن في ساعات تشهد توترا كبيرا وقلقا لما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات القادمة.